الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه افضل صلاه واتم تسليم اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والاكرام حياكم الله اخواني الطلاب والطالبات في ماده توحيد واحد اهلا وسهلا بكم اليوم معنا باذن الله درس جديد كما تعودنا على الشاشة من أنواع العبادة الدعاء، المحبة، الصلاة. أهداف الدرس لهذا اليوم بإذن الله الهدف الأول أن يتعرف الطالب على أنواع من العبادة. والهدف الثاني أن يستدل الطالب على كل نوع من أنواع العبادة، والهدف الثالث أن يبين أمثلة على كل نوع. ذكرنا لكم إخواني وأخواتي في درسنا الماضي تعريف العبادة. نريد ان نتذكره معا ما هو تعريف العباده التي ذكرنا لكم انها شامله لاشياء كثيره من خلال ما عرفناها فما رايكم ما تعريف العباده ذكرنا لكم ان العباده هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه ذكرنا لكم هذا التعريف العظيم للعباده واعظم العبادات هي التوحيد لله جل وعلا اعظم العبادات هي التوحيد لله ولذلك كل امر في كتاب الله بالعباده فهو امر بالتوحيد لانه امر بالاعظم فاذا تحقق الاعظم وكمل سهل على العبد ان يحقق ما بعدها باذن الله سبحانه وتعالى الامر الثاني في مدخلنا لهذا الدرس امثله على العبادات الظاهره والباطنه مرت معنا فنذكر بعض الأمثلة ذكرنا لكم أيضا من الأمثلة التلفظ بالشهادتين وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وأنتم حاولوا أن تكثروا من هذه الأمثلة وتتنوعوا في ذكرها علما وعملا علما وعملا فتتعلم هذا الأمر بتعلم الأمر وتكثر من ذكره وأيضا تحرص على أن تتنوع في هذه العبادات لكي تصل إلى القلب وتسعد السعادة التي بيناها لكم في درسنا الماضي أيضا عبادات باطنة مثلنا لكم بالإيمان بالله سبحانه وملائكته وكتبه وحب الله والخوف منه والرجاء وغيرها من الأمور القلبية التي تتعلق بالأشياء الباطنة كل ذلك من العبادة ماذا سنتعلم اليوم بإذن الله؟ أولا سنتعلم من أنواع العبادة وهو صلب الدرس طيب ما هي الأنواع التي سنذكرها ونتأملها معا بإذن الله؟ الدعاء سنتكلم عن الدعاء وعن هذه العبادة العظيمة وأيضا سنتكلم عن المحبة وهي روح روح العبادة ولبها وأيضا سنتكلم عن الصلاة وهي عمود الدين الإسلامي هذه العبادات العظيمة. نبدأ بأول أول عبادة من العبادات وهي الدعاء. الدعاء عباده عظيمه جدا 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 اخواني واخواتي. ما معنى الدعاء اصطلاحا؟ ما معنى الدعاء اصطلاحا؟ تاملوا معي. الدعاء ان يسال العبد ربه كل ما يحتاجه وينتفع به من امور الدنيا والاخره. فيسال العبد ربه سبحانه وتعالى كل ما يحتاجه من امور الدين وامور الدنيا. كل ما يحتاجه الله سبحانه وتعالى فإن العبد يسأله، وكلما ازداد العبد سؤال الله في ذلك كلما كان في قربة من الله سبحانه وتعالى، فالله يريد منا أن نعبده بهذا الأمر وبهذا الدعاء، وليس يريد منا فقط أن يجيب مطلوبنا فهو كريم يستجيب الدعاء سبحانه، لكن يريد منا أن نستشعر هذا المعنى وهي عبادة الله سبحانه بالدعاء. فيطلب من الله تعالى المغفرة والرحمة والفوز بالجنة والنجاة من النار، كما يسأله كذلك العفاف والغنى وغير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى مستجيب الدعاء، وكثير منا إذا رفع يديه بين في أوقات الإجابة يريد أن يرفع يديه ويدعو، يقول ما عندي مسألة أدعو بها، ولو دعوت بدعاء واحد وكررته فأنت على خير. كثير منا لا يستحضر انه في عباده، بل لا يستحضر انه في اعظم العبادات، فهذه عباده عظيمه لله سبحانه وتعالى، لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لا أهم بالإجابه فإن الله مجيب الدعاء، ولكن أهم بالدعاء. إذا وفقك الله للدعاء فهو وفقك لإجابته بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذه عبادة عظيمة، عبادة عظيمة، فالدعاء من أهم العبادات وأعظمها. فهو يجمع الكثير من انواع العباده، يعني لو سالنا سؤال لماذا الدعاء من اعظم العبادات وافضلها؟ لماذا؟ هذا السؤال مهم. طيب لكي نعرف هذا الفضل سنجيب عنه من خلال هذه الامور التاليه. اولا الاعتماد على الله فهذه العباده هذا الدعاء فيه اعتماد على الله، واذا اعتمدت على الله كفاك الله كل ما تحتاجه في امور الدنيا وامور الاخره فالاعتماد على الله من اعظم دلائل العباده انها من اعظم الامور من العبادات العظيمه وهي الدعاء ايضا فيه الخضوع لله وهذا تحقيق لمعنى العباده الحقيقي تذكرون ذكرنا لكم ان حقيقه العباده كمال الخضوع لله وكمال الحب لله سبحانه وتعالى، ولو تاملتم الانبياء عليهم الصلاه والسلام، كانوا يحققون هذا الامر، فكل احتياج لهم يرفعون ايديهم مباشره، ويبتهلون الى الله بعظمته ويفتقرون اليه بضعفهم، انظروا الى موسى عليه الصلاه والسلام، قال: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. فاستجاب الله, سبحان الله سبحانه وتعالى دعاءه ياتي نوح عليه الصلاه والسلام ربي اني مغلوب فانتصر فهذا كله مما يدل على افتقارهم الى الله والخضوع لله جل وعلا فالدعاء حقيقته هذا الامر واكمل الانبياء هو نبينا عليه الصلاه والسلام فكان يكثر من الدعاء كما في غزوه بدر دعا ربه حتى سقط ما كان عليه من الرداء فقال له ابو بكر كفاك مناشدتك ربك وهذا يدل على ابتهال الانبياء لله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم فانه هو الوصل العظيم بين العبد وبين الله سبحانه لان فيه اعتماد وفيه خضوع وايضا فيه افتقار اليه سبحانه وتعالى كما هو حال الانبياء عليهم الصلاه والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان تأملوا إخواني وأخواتي هذه الآية انظروا ماذا قال الله وإذا سألك أنظروا معي ماذا قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني هذا المعنى الآن وإذا سألك عبادي عني من السائل قريش يسالون من؟ النبي عليه الصلاه والسلام وقد سالوا النبي اسئله كثيره جدا وكل القران لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بأسئله اسبق الله وقدم الله هذا الجواب بقوله قل فمثلا يسالونك عن الخمر والميسر قل يسالونك عن الاهله قل ثم يجيب يسالونك عن الشهر الحرام قل ثم يجيب إلا سؤالهم عن قرب الله سبحانه وتعالى ودعاء العبد له وإذا سألك عبادي عني ما قال قل يا محمد فإني قريب فمن كمال قربه لإجابة الدعاء ما احتاج أن يقول قل فقال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده عن النعمان البشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر النعمان رضي الله عنه كان مع الصحابه وكان النبي عليه الصلاه والسلام على المنبر فقال عباره عظيمه تدل على فضل الدعاء ومكانته قال عليه الصلاه والسلام ان الدعاء هو العباده يكفي بهذا الحديث فضل ومكانه الدعاء ان الدعاء هو العباده فهو كل العبادات فهناك دعاء دعاء مساله وهناك دعاء عباده لله جل وعلا فالدعاء هو العباده كما قال عليه الصلاه والسلام ثم تلا عليه الصلاه والسلام قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هذا نشاط تاملوا هذا النشاط اخواني واخواتي اعدد خمسه امثله لاعمال خير تتضمن الدعاء كالصلاه مثلا اريدكم ان تجيبوا عن هذه الخمسه امثله وتحاولوا ان تفكروا من خلال العبادات اذكر لكم عباده واحده هذه العباده الحج فيها من مواطن الدعاء وعباده الدعاء الشيء الكثير فياتي الانسان في الطواف فيطوف فيه دعاء في السعي اذا وصل عند الصفا يرفع يديه ويقول لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان عليه الصلاه والسلام يكررها ثلاثا ويجعل بين كل واحده منها دعاء وهذا موطن اجابه يوم عرفه يوم الدعاء ثلاث ساعات او اربع ساعات او خمس ساعات وهو رافع يديه عليه الصلاه والسلام يدعو في هذا اليوم وهذا الموطن العظيم فكل الحج اغلبه هذه العباده العظيمه وهي الدعاء كما في الصلاه فالصلاه حقيقتها هي الدعاء لله جل وعلا والامثله كثيره في هذا الباب لان الدعاء هو العباده العباده الثانيه من العبادات المحبه وهذه العباده اخواني واخواتي هي روح العبادات وهي اصل العبادات المحبه فلا تقع تسمى عباده بلا محبه لا بد ان يكون فيها محبة الله جل وعلا فيجب ان يكون القلب عامرا بمحبة الله تعالى عامرا بمحبة الله تعالى محبة اجلال وتعظيم يسال واحد منا ويقول لماذا نحب الله محبة اجلال وتعظيم؟ ليه؟ ما السبب؟ نقول لكم السبب لماذا؟ السبب الجواب لما لما يستحقه تعالى من صف صفات الكمال فالله له الصفات الكمله سبحانه وتعالى الصفات الكامله خاصه به جل جل جلاله سبحانه وتعالى وايضا لماذا نحبه محبه اجلال وتعظيم لما انعم الله على عباده من النعم التي لا تعد ولا تحصى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها سبحانه وتعالى، فكم من نعمة رزقناها من الله سبحانه وتعالى ونحن مقصرين في حقه جل جل وعلا، وهذا يجعلنا نحب الله محبة ايش؟ محبة اجلال وتعظيم، محبة اجلال وتعظيم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأملوا هذا الحديث العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا معي الشاشة يا اخواني واخواتي وتأملوا هذا الحديث العظيم. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان طيب كيف أجد حلاوة الإيمان؟ قال واحد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما اثنين أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ثلاثة أن يكره أن يعود في الكفر تأملوا معي ثلاثة أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فإذا حقق هذه الأمور الثلاثة فقد رزق حلاوة الإيمان، ولذلك بلال رضي الله عنه لما عُذب العذاب الشديد في أُحد في في بداية الإسلام وكان العذاب شديد عليه يُجرد من ملابسه ويوضع على رمضاء مكة ويُسحب به في شدة الحر ثم لما عز الإسلام قيل لبلال كيف صبرت يا بلال على هذا العذاب؟ فقال بلال مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب كانوا يقول له قل لا آمنت باللات والعزة فيقول أحد أحد لماذا حقق هذا الأمر؟ لأن حلاوة الإيمان وقرت في قلبه بسبب أن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإذا تحقق هذا في قلبك فبلا شك أنك ستحب لله وأنك ستكره الكفر وهي الثانية والثالثة. هذا نشاط ما معنى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مع التمثيل؟ ذكرنا لكم المثال قبل قليل في بلال رضي الله عنه، فأن يقدم الله ورسوله على كل ما تهواه نفسك أو يهواه الشيطان أو لا يحبه الله ورسوله، أن تقدم حب الله ورسوله في كل أحوالك. حتى من نفسك ووالدك ووالديك وابنائك، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. لذلك عمر بن الخطاب قال: انت احب الي من كل شيء يا رسول الله الا من نفسي. فقال: لا يا عمر. فقال فقال عمر: بل والله من نفسي. فقال النبي عليه الصلاه والسلام او كما قال: الان يا عمر اي الان يا عمر كمل ايمانك بسبب تقديم حب الله ورسوله على ما سوى على ما سوى الله على ما سوى غير الله سبحانه وتعالى. العباده الثالثه وهي الصلاه تاملوا معي. اظهر شعائر العباده. وهي عمود الاسلام. قد فرضها الله تعالى على كل مكلف الذكر والانثى والحاضر والمسافر والصحيح والمريض. وهي تتضمن هذه العباده العظيمه تتضمن عمل القلب واللسان والجوارح وهذا يدل على مكانتها جمعت بين عمل قلب وعمل لسان وعمل جوارح فهي صله بين العبد وبين وبين ربه والقيام والركوع والسجود لله رب العالمين ففيها كمال حب مع كمال ذل وايضا فيها قرب لله سبحانه وتعالى فاذا تحقق كمال الحب مع كمال الذل واجتمع في عباده الصلاه ان تحققت العباده الكبرى والعظمى التي امرنا بها وهذه متحققه في الصلاه فانت تقف بين يدي الله تضع يديك اليمنى على اليسرى كما قال الامام احمد وضع اليدين على الصدر وضع اليدين اليمنى على اليسرى ذل بين يدي عزيز وانت تنظر متاطئ راسك في موطن السجود وتستشعر هذا الذل واذا ركعت تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فانت تعظم الله سبحانه وتعالى وتستشعر انه يخاطبك وانك تتحدث معه وهذا كله كمال حب مع كمال خضوع وذل اشرف ما فيك هو وجهك فتكون ذال لله سبحانه وتعالى بعدما اثنيت على الله اذا رفعت من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعجز اللسان عن الوصف لله في كماله فتخر ذال خاضع لله سبحانه وتعالى بالسجود فتقول الله اكبر من كل ما قلته فان الله اعظم واكبر واجل سبحانه وتعالى فاذا تحقق هذا الامر فانت حققت هذه العباده العظيمه عباده الصلاه لله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه وهذه مساله مهمه اخواني واخواتي ترك صلاه واحده تنقلك من اسلام الى كفر وهذا خطير جدا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله لماذا جعل هذا الامر فاصل بين الاسلام والكفر؟ لما كان للصلاة عند الله من مكانة فهي صلة بين العبد وربه، فإذا حرم هذه الصلة وقطع هذه الصلة ما ماذا بقي من الاسلام؟ فلا بد ان نحرص على الصلاة في اوقاتها ونحرص الا نترك ولا ولا صلاه واحده فهذا خطير امر خطير يبعد الانسان من الاسلام وينقله للكفر في من خلال هذا الحديث ان بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاه فاذا جعلت هذا الفاصل وجعلت هذه الصلاه صله بينك وبين الله فانت ابقيت نفسك في هذه العباده وهذا الاسلام العظيم هذا نشاط مهم كيف تحقق العبودية في إقامة الصلاة؟ ذكرناها لكم وأذكركم بكلام ذكرناه في درس من الدروس السابقة وهي شروط لا إله إلا الله في شرط الانقياد لله سبحانه ذكرنا لكم في نشاط مر معنا كيف أنقاد لله من خلال الصلاة؟ قلنا لكم كلاما عظيما لابن القيم في الوابل الصيب قلنا لكم هذا الكلام العظيم رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على اركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحينها في اوقاتها والمسارعه اليها عند وجوبها والحزن والكابه والاسف عند فوات حق من حقوقها فاذا حققت هذا الامر في صلاتك فانت اديت الحق الواجب عليك في الصلاه فتبدا في الوقت وتحرص على التبكير وعجلت اليك ربي لترضى اول ما يؤذن المؤذن تترك كل شيء فان الله فان المؤذن يقول الله اكبر اي من كل الدنيا كلها فتبدا تقبل على الله في الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح فاذا اتيت الى صلاتك وكبرت فتقول الله اكبر وترفع يديك كانك ترمي الدنيا خلف ظهرك وتقبل الى الله سبحانه وتعالى فتبدا تستفتح هذا الاستفتاح العظيم فتقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم تبدا تقرا الفاتحه بينك وبين الله كما جاء في الحديث اذا قال العبد اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يرد عليك الله ويقول حمدني عبدي اذا قال الرحمن الرحيم يقول الله اثنى علي عبدي اذا قال مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي الى اخر الحديث ثم اذا ركعت استشعر ان الله يسمع نسمع ثناءك منه فان منك فان الله قال في الـ الـ فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اذا رفع العبد فقال فانه يقول سمع الله لمن حمده تستشعر هذا المعنى وتستشعر في صلاتك كل هذا المعنى فانك ستحقق العبوديه العظمى في عباده الصلاه لله سبحانه وتعالى بعد أن أخذنا درسنا إخواني وأخواتي نتحقق من فهمنا لهذا الدرس. السؤال الأول سؤال العبد ربه كل ما يحتاجه من أمور الدنيا والآخرة، هذا التعريف هو تعريف لماذا؟ تعريف بلا شك أنه تعريف للدعاء كما مر معنا قبل قليل. السؤال الثاني قد يخضع الإنسان لله تعالى من غير محبة. هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ ما رأيكم؟ قد يخضع الإنسان لله تعالى من غير محبة، هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ بلا شك أن العبارة هذه خاطئة، فإن المحبة روح العبادة ولا يمكن أن تكون عبادة بغير بغير محبة لله جل وعلا. لماذا كانت الصلاة أظهر شعائر الإسلام؟ هذا سؤال مهم. لماذا الصلاة كانت أظهر شعائر الإسلام؟ بلا شك ان الجواب لانها تجب على كل حال على الصحيح والمريض وتتضمن عمل القلب واللسان والجوارح وفيها الركوع والسجود لله سبحانه وتعالى بهذا نكون بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم نسال الله ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والتقى والسداد نراكم باذن الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته